السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واليوم حنتكلم عن أفضل الأغاني في سنة 2021. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يعني عشان السنة خلصت وعشان كده انه توب 10 وحركات، فلازم كده انا اكون حركات، فقلت انه انا البس كده نظارة واسوي فيها خطير. حنتكلم اليوم عن افضل 10 اغاني في سنة 2021. انا حتكلم عن افضل الاغاني من ناحية المشاهدات، برضو عامل مهم، كمان حداثة الاغنية، يعني في اعمال فعلا بتسمعها بترن في ودنك، تحس انه انت اول مرة تسمع اللحن هذا، اول مرة تسمع الاغنية هذه، بتحس انه فعلا عمل جديد كده بيخلي تقول وايش الحلاوة هذه. والحاجة الثالثة الصدى بين الناس والانتشار في السوشيال ميديا، والحاجة الرابعة جودة الأغنية كأغنية فعلا. يلا بينا. طبعا أنا الترتيب خلينا نقول إلى حد ما عشوائي. في المرتبة العاشرة أغنية ممكن بلقيس وسيف نبيل. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي. طيب ايش المميز في الاغنيه هذه؟ انه سيف نبيل فنان عراقي معروف وكان مكسر الدنيا، بلقيس فنانه يمنيه وبتغني اللون الخليجي، اتحدوا مع بعض سووا عمل رائع جدا، فالاثنين اشتغلوا مع بعض كده وعملوا اغنيه فعلا كانت اغنيه جديده. انا اغنيه حقيقه انا كشخصيا يعني ما بيعجبنيش اللون هذا، ولكن الاغنيه فعلا حلوه كتوزيع ككلمات، حتى الفيديو كليب كانت فعلا اضافه. في المرتبة التاسعة هي أغنية كيفي كده. كيفي كده كيفي ولا أقوله هماشي كيفي كده كده. اختلفت أو اتفقت، أنا ماليش دعوة، أنا مش هذا موضوعي، ولكن أغنية فعلا رنت وكسرت وكانت فعلا حاجة جديدة، وفعلا الفنان اللي غنى اللي هو ويجز أخذ يعني التراب أو الراب أخذهم كده في حتة تبعته، فعلا كان فريد من نوعه، فعلا كان عمل جديد وشغل جديد. في المرتبة الثامنة طبعا حسين الجسمي، فنان يعني عربي خطير، ويعني فعلا الفنان بتتشرف وبتفتخر انه في فنان زيه، فعلا معنى كلمة فنان هو هذا حسين الجسمي. اغنية يا حتة من قلبي. يا حتة 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 من قلبي. أغنية غنيناها في كل مكان وسمعناها في كل مكان، وبالذات في التيك توك والسوشيال ميديا، وكسرت الدنيا. أغنية روعة وكلماتها بسيطة ولطيفة، زي فعلا ما تعودنا على حسين القشبي. في المرتبة السابعة طبعا حماقي غاب 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 كده سنتين ثلاث سنين بدون ألبوم، رجع لنا بألبوم رائع اسمه يا فاتني، بس الأغنية اللي معانا هنا من الألبوم اسمها لو هتسيب. حبيبي وانت ماشي خد معك حكايات. أغنية فعلا لما تسمعها بتقول واو وإيش هذا؟ فعلاً أغنية جديدة كلحن ككلمات، كان كليب تبعها اللي هو الانيميشن، فكان كله فعلاً عمل متكامل أضاف لحمائي وأضاف للألبوم وأضاف فعلاً للساحة وقتها. في المرتبة السادسة في أغاني كده بتسمعها يعني أول ما تسمعها كده بيجيك كده يعني فضول إنه كيف الكاتب كتب الكلام هذا، طب كيف الملحن لحن الكلام هذا، لأنه فعلاً بيطلع لك عمل كده خطير. أغنية أنت الحظ. عارف أنت الحظ بعينه كان وشك حلو علي. كلام رائع، لحن رائع، أغنية مبهجة بأعلى مراحل البهجة، عمرو دياب ملعلع فيها وفعلا أغنية كسرت الدنيا، يعني مع أنه تسربت أصلا أول ما نزلت وما نزلتش على يوتيوب، وتسربت على كذا مكان، وبعد ما نزلت بيمكن بثلاثة ولا أربع أسابيع نزلت رسمي على يوتيوب مصر، برضو كسرت وجابت مشاهدات وترندات، وأغنية رائعة من أحلى الأغاني اللي موجودة هنا في الليست على قلبي، وفعلا أغنية ضافت لسنة 2021. في المرتبة الخامسة أغنية مسيطرة. مسيطرة همشك مسطرة هخلي. يعني اختلفت او اتفقت معايا الاغنية هذه، صراحة انا اول ما سمعتها استفزتني، لانه يعني سمعتها في كل مكان يعني ورغمت اني اسمعها، يعني انا ما دورتش عليها هي اللي لقتني، هذه اول حاجة. تاني حاجة فعلا صوت اللي بتغني لميس اسمها مميز بأمانة يعني، والكلام حلو والجملة اللحنية ماشية مع الكلام، ماتشنج 100%. مسيطرة حمشيك مسطرة، حتى الصغار الاطفال اللي هم مش فاهمين ايش معنى بتلاقيهم بنبسطوا قاعدين ايه بيرقصوا على الاغنية. في المرتبة الرابعة اغنية برافو عليك. عبد العزيز وبدر الشعيبي وحنين، ثلاثة كده عملوا ديو مع بعض، الروح الحلوة اللي بينهم كده بتحسها أصلا في الكليب، كلام الأغنية رائع، لحن الأغنية قوي، برافو عليك خلاني وكاني ما أعاني وضحكتي سما، لا موضوع كبير جدا وحلو ورائع، وأغنية يعني ما فيش حد ما غناها، ما فيش حد ما سمعها، ما فيش حد ما أعجب فيها، ففعلا عمل مميز ويستحق إنه هو يكون يعني من أفضل أعمال 2021. في المرتبة الثالثة أغنية فاضي شوية تبعت حمزة نمرة.
فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. طبعا حمزة نمرة سوالنا حاجة اسمها داري قلبي قنبلة قبل كم سنة ورجع دمرنا تاني في أغنية فاضي شوية. من أفضل الأغاني لحمزة نمرة وأفضل الأغاني في 2021 وكلامها جديد. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، حتى الكلام جديد، حتى اللحن جديد، إحساس حمزة رائع. ففعلا من الأغاني اللي حتضل يعني تتسمع سنين طويلة، وفعلا كانت إضافة لسنة 2021. في المرتبة الثانية أغنية حتة تانية. جانبها داوى داوى جرح قديم ويجدد روحي راحت. روبي غابت ورجعت لنا ايه بحتة تانية، اصل الافندي ده في حتة تانية عندي. اغنية رائعة من الحان عزيز الشافعي، ابدع عزيز الشافعي في اللحن. فعلا اغنية جديدة، اغنية فريدة من نوعها، اللحن جديد، الكلام جديد، عودة روبي جديدة. روبي غابت ولكن رجعت برضو بنفس قوة روبي ونفس تألق روبي. هوبا واصل الافندي اغنية رائعة صراحة، وفعلا كانت اضافة لسنة 2021. في المرتبة الاولى اغنية اتقل وراضي لعمرو دياب، كلمات تامر حسين، الحان مدين وتوزيع احمد ابراهيم. مع احترامي للناس وللاسامي اغنية انا بالنسبة لي بحبها شخصيا، ولكن بالنسبة للساحة اغنية انا شايفها ثقيلة جدا فنيا، واغنية نزلت في وقت فعلا الساحة فيه متخبطة، ولكن الفن الكويس او الشغل اللي متعوب عليه كفته دائما بترجح مهما صارت الظروف. اغنية تكنو صورت كليب اعلان بيبسي، بس فعلا اغنية انا شايفها تراك عالمي، يعني فعلا اغنية يعني لو مثلا يجونا برا ايش عندكم انواع كده يعني جلوبال ميوزك ممكن نسمعها، ممكن انا اشغلهم اتقل، وانا فخور جدا ان عمرو دياب فنان عربي بغنيها. فبس هذا اللي كان عندي، ومعلش ان طولت عليكم، اتفقتوا واختلفتوا معايا، هذه كانت افضل اغاني من وجهة نظري، وبالاعتماد وبالاستناد على بعض نقاط المنطقية ويعني حاجات بس ناخدها في الصورة. فبس اتمنى تكونوا انبسطتوا، وقولوا لي ايش الاغاني اللي انتم شايفينها فعلا كسرت في 2021، وايش الاغاني اللي في الليستة انا حطيتها وشايفينها لا انه هي اغاني عادية، وايش اللي اتفقتوا فيه معايا وايش اللي اختلفتوا فيه معايا. والسلام عليكم.